حياكم الله متابعينا. توفرت وجبة جديدة من المبردة الشحن من ماركة كراون. هذه الماركة بها ضمان سنة، طبعا تشتغل شحن كهرباء، توفرت بهذا الشكل الأنيق والمميز. راح نشرح لكم عليها بالتفاصيل الدقيقة. أول شيء أبعاد المبردة، الارتفاع يكون مالتها 90 سنتيم والعرض 40 سنتيم. يجي وياها ريموت تحكم، النارة مالتها تكون بها لونين، نارة قوية. عندنا بها نظام توزيع الهواء مثل ما نلاحظ، توزيع الهواء بشكل دائري 360 درجة. عندنا هذا الشكل من الجانب وهذا من الخلف. هذا مكان البطارية، بطارية حجم كبير 12 فولت. وهذا الفلتر والحلفة السليلوز. وهذا الحوض اللي نخلي به المي. طبعا هذه هنا تبين نسبة الشحن، هسه بيها 36. أول ما نفتحها نلقى هذا الشحن يعني بيها ربع تقريبا. وعندنا هذا الليد تحكم، وهذا السرع، هذا الزايد والنقص، بيها 3 سرع. في قوة الدفع مالتها مثل ما نلاحظ أكثر من مترتين. طبعا أهم فقرة بيها اللي من تطفى الكهرباء تبقى مشتغلة المبردة، بس احنا رابطيها، هاي فصلناها، تبقى مشتغلة ويشتغل عندنا الجلوب الأخضر. من نربط على الكهرباء يشتغل الجلوب البرتقالي. أيضا نفس الوقت هي تشحن تشتغل. مدة التشغيل على الشحن إذا خليناها على السرعة راح تنطينا 3 ساعات، وإذا على السرعة الوسط راح تنطينا 7 ساعات، وإذا أقل سرعة راح تنطينا 14 ساعة.